السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نسأل سؤال في أول الكلام، تفتكروا الشنطة الصغيرة اللي قدامنا دي ممكن يكون فيها إيه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي، بس أنا أحب أقول لكم إن أنا نفسي اتفاجئت أول ما شفت حجم الشنطة. خلينا نفتح ونشوف. طبعا ناخد بالنا من ايدينا في استخدام القطر ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دا 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 دا. دي مكنة لحام يا جماعة، بس كده بس كده، دي مكنة لحام، مكنة لحام 130 امبير. طبعا لحام قوس او ارك ويلدنج زي ما عايز تسميه سميه. مكنة لحام انفرتر من شركة توتال اللي نازلة السوق بقالها فترة بسيطة جدا، بس انا شايف ان هي هتحقق في السوق المصري نجاح مبهر. ليه؟ رغم وجود منافسين كتير، في رأيي الشخصي بتنزل بحاجات شكلها حلو، الامكانيات، الناس اللي بتشتري صيني عارفة ان هي بتشتري حاجة على قد ان هي تشغل بها نفسها، اللي بيحب يجيب حاجة تقعد معاه أطول بيدفع أكتر. بس خليني أقول لكم إن شركة توتال أو توتال نازلة بحاجات شكلها أنا في رأيي جاية من الفضاء الخارجي، مختارين من درجة لون كده مع اللون الفضي، عاملة كده كأنك بتتكلم في حاجة جاية من المستقبل. المهم خلينا في مرجوعنا ونفتح مع بعض مكنة اللحام العظيمة، حجمها صراحة يعني فوق الوصف. بسم الله. ناخد بالنا برضو استخدام القطر ونقول بسم الله. تغليف لطيف. على نفسنا كده اول باول ونشوف بقى محتويات المكنة العظيمة دي. طبعا كلامب بتاع الارضي او بيسموها بنسة ارضي او تمساحة زي ما عايز سميها، وبنسة اللحام شكلها لطيف، شكلها لطيف ومحملة تمسك السلك كويس، وده غالبا سلك المكنة نفسها، وفرشة سلك بقى لزوم التنظيف، ودي جميلة والله لطيفة الحركة دي، دي عشان يا جماعة ننظف الغلو بتاع اللحام، فكرة لطيفة وببلاش. غالبا ده الهندل بتاع الماسك، الله اعلم، معنى كده ان المفروض في ماسك جوه، وفعلا في ماسك جوه برضو، حاجه لطيفه كده تتقفل اعتقد كده. جميل 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 جميل. طبعا هنا المفروض في الازازه بتاعه اللحام، ودي اعتقد هتبقى موجوده جوه، يعني الناس عاملين لك كل حاجه فاكيد مش هينسوا الازازه يعني. ودي بقى تركب هنا كده. بسم الله. بس يا جماعه بقى عندنا ماسك الحام اهو من ولا حاجه، انها الصين، انها الصين. ونيجي بقى هنا للوحش بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كتيب، طبعا كلمتين وبس، الست بتحب تختصر. ودي زجاجة اللحام، اعتقد قطعة واحدة مش محتاجين نتكلم فيها. ونيجي بقى للعروسة بتاعتنا.
ها هي يا جماعة. مكنة لحام مختصرة جدا، ان ايدي اهي، دي ايدي قبضة يدي، والمكنة اهي. بصوا قمة الاختصار، المكنة يا جماعة شاشة ديجيتال، وده دي مقاومة اعتقد لتغيير الامبير، اللي هي المفروض هتسمع معنا في قطر سلك اللحام، وهنا في 3.2 و2.5، شكلها لطيف. الناحية التانية عندنا زرار اون واوف. يا جماعة وزنها لا يتعدى 2 كيلو اعتقد، يعني ما تجيبش اكتر من 2 كيلو. مكنة لحام، بنسة لحام، كلابة أرضي، ماسك، فرشة، ونسميها منقرة تنظيف الغلو بتاع اللحام وبس. ده كان الانبوكسنج بتاعها، أو خلينا نقول كده بالعربي فتح الصندوق بتاع المكنة. وبإذن الله إن شاء الله لينا تجربة عامة قريب هنشوفها عملي مع بعض إن شاء الله بتشغيل المكنة أول ما نجهز المكان. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.